السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد ويا رب يكون الكل بخير إن شاء الله. بعد إذنك كده بنبص للسادة المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب هقول لهم إيه؟ يعملوا سبسكرايب اعملوا لك استرايك للبتاع وقول لهم يفعلوا زر الجرس. هو فعلا بسبب التحديث اللي هيحصل ان قناتي ممكن يتوقف عليها الربح بعد ما اتفعلت، عشان في اخر 12 شهر الساعات عندي قلت عن ال 4000 والمشتركين قلوا عن ال 1000. الحقيقه دوت تعليق مش تعليق واحد، كمان اكتر من تعليق بنفس المضمون كده من اكتر من صديق ان هم قالوا في تحديث بسببه هيحصل كده. الحقيقه طبعا كان لو كان على قد تعليق واحد كنت برد وخلاص، بس لما لقيت التعليقات اكتر من تعليق وللأسف كان معظمهم في انتظار المراجعة ما شفتوش يعني في وقتها، عرفت ان في حاجة، لان هم بيقولك ده في ناس بتقول وفي اشاعة طالعة بكده. طيب الاول انا هطمن الناس، هقول لهم ايه اللي هيحصل، وبعد كده هرد اقول لكم الاشاعة دي بيبقى مين مصدرها واللي بتتقال عشان الناس تبقى فاهمة وواخدة بالها. طيب اولا كده كلام مش من عندي، ده احنا هنروح لليوتيوب نفسه وهو اللي بيقول لنا ماذا يحدث إذا انخفضت مستويات قناتي عن الحد الأدنى المطلوب لتحقيق الربح. بيقول لن يمنع فريق اليوتيوب قناتك من تحقيق الربح بشكل تلقائي إذا انخفضت مستوياتها عن الحد الأدنى الذي يفرضه البرنامج. طيب هو البرنامج بيفرض علينا إيه؟ 4000 ساعة و1000 مشترك. بيقول لك إن هو مش هيوقف الربح على قناتك لو قالوا عن 4000 ساعة ولا عن 1000 مشترك، بشرط ان انت بتتفاعل على قناتك وبتنزل فيديوهات باستمرار، خلاص مفيش اي مشكلة. طب يوقف الربح امتى؟ يوقف ميزة تحقيق الربح في القناة اذا كانت غير نشطة ولم تحمل اي محتوى او تنشر مشاركة على المنتدى منذ 6 شهور او اكتر. هنا بقى ممكن اليوتيوب فعلا يوقف الربح على قناتي، مش بقى تحديث ولا حاجة من دي لا. طب ايه كمان ممكن اليوتيوب بسببه يوقف الربح على قناتي؟ برضو بيقولك ميزة تحقيق الربح ستفقدها اذا ايه انتهكت احدى سياسات تحقيق الربح على اليوتيوب بصرف النظر عن عدد المشتركين وساعات المشاهدة. يعني العكس، ده لو عندي مش 4000 ساعة، لو عندي 400000 ساعة بتزيد مش بتقل والمشتركين عنده وصلوا مليون بس انتهكت سياسات تحقيق الربح اللي احنا عارفينها طبعا بقى، الفيديوهات المخالفة ان كانت مخالفة لإرشادات المنتدى، حقوق طبع ونشر، انذارات، الكلام ده كله اللي اتكلمنا فيه، كل ده يبقى سبب ان الربح يتوقف على قناتي. وممكن ده مش بس يتوقف، القناة كلها كمان تتحذف مرة واحدة. فهو ده الأسباب اللي بيها الربح يقف على قناة، يا إما أفضل 6 شهور مش نشط على القناة أو إن أنا أنتهك السياسات. لكن الإشاعة دي جابوها منين أو التحديث ده جابوه منين؟ أولا أصلا مفيش حد يعرف تحديث من اليوتيوب قبل ما اليوتيوب بيعلنه أو بيبقى موجود رسمي. قناة بقى كبيرة، قناة في عالم وراء البحار، مفيش حد يقدر يعرف أبدا. أول ما بيكون فيه لسه تحديث أو فعلا التحديث خلاص بقى متاح توصل رسائل لكل الناس على إيميلاتها. ممكن بعض القنوات الرسائل توصل لها قبل قنوات تانية، التحديث يظهر في قنوات قبل قنوات، لكن الموضوع إن حد أصلا مسبقا يبقى عارف ان في تحديث اليوتيوب هيعمله، لا مفيش الكلام ده خالص، عشان محدش يضحك عليكم لغرض في نفسه. وايه بقى الغرض دوت؟ الناس اللي بتبيع ساعات وبتبيع مشتركين وبتبيع مشاهدات بتعمل من وقت للتاني عايزة تعمل ترويج لنفسها، فبتبتدي تطلع اشاعات. مرة الحقوا ده الشروط هتتغير تبقى 8000 ساعة و40000 مشترك وارقام كده الواحد بيسمح ليه؟ عشان الناس تجري تلحق تشتري الساعات قبل التحديث ده، وطبعا ما يطلعش فيه الكلام ده خالص. التحديث بقى اللي هم بيقولوا عليه لو الساعات بتاعتك نزلت قناتك الربح هيتوقف والمشتركين مش عارف هيحصل لهم ايه، عشان ايه اللي يحصل؟ الناس تجري عليهم، طب لو سمحتوا عندنا كام فيديو ارفعوا لنا عليهم الساعات والمشاهدات بدل ما الربح يقف عندنا على القناة. يا لئيم انت لئيم، مش كده؟ قلت ايه؟ يبقى الاشاعات دي بيكون مصدرها دايما الناس اللي بتبيع الساعات والمشتركين والمشاهدات واللي بتعمل ترويج للفيديوهات بالكتب كمان، دول المصدر الاساسي للاشاعات اللي زي دي، عشان الناس البسيطه اللي زي تخاف وتجري عليهم فيبتدوا هم بقى يشتغلوا وهم اللي يحققوا فعلا ارباح. فبقول للناس طبعا ما تقلقش، الكلام ده مش اشاعه، ده كلام فاضي، حتى ما تبصوش عليه،
اللي قناته محققة الربح فعلا يكمل شغله على قناته، ما يبصش على موضوع ال 4000 ساعة ولا ال 1000 مشترك حتى، ما يقلقش من الموضوع ده. اقلق امتى؟ لو هتنزل محتوى مخالف او لو هتفضل 6 شهور على قناتك ما تنزلش اي حاجة او تتفاعل عليها. بس وبكده يبقى انا وصلت لنهاية الفيديو خلاص. طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا لجرس وصبر كريب. وبالتوفيق للجميع، وكالعادة في الختام بصلي على سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.